فاحنا بنحييك دكتور. احنا يعني سمعنا انه صار في اشكاليه مع اصحابين المحلات التجاريه برافع رسوم النفايات، وانك انت التقيت فيهم امبارح كانه. نعم فيا ريت يعني نحط يعني المواطنين بصوره الوضع يعني. سيدي الله يسعد صباحك، يا مرحبا صباح كل مشاهدي برنامجك لهذا حبيبي اليوم، الله يسلمك برنامجك. وانا حقيقه لن اجاملك، انت اصبحت هذا البرنامج فاعل جدا، الله يسلمك، ومتابع لكثير من قضايانا ومتابع لكثير من الحلول اللي قاعد بتصير على مستوى الوطن. الله يبارك فيك يا سيدي. سيدي موضوع النفايات، احنا كما ذكرت في لقائي مع التجار، التجار لم يكن لديهم اعتراض على رفع رسوم النفايات. هو ليس رفعا، هو تطبيق لاحكام نظام منع المكاره في البلديات. نعم. والحقيقه لن يعني لن اكون جهات الصواب اذا قلت انه بلديه جرش لم تاخذ حقوقها، بل بقيت يعني ما وصلنا الى النصف من حقوقنا في موضوع عوائد النفايات. نعم. تم تصنيف المحلات التجاريه على اساس الوزن كالاتي، وهذا مطبق في كل بلديات المملكه اخي هاشم. نعم. المحلات التجاريه التي صنفت الصغرى الى المتوسط جميعها لم تتجاوز 10 دنانير، على الرغم من أن المتوسط الحسابي لكل هذه المحلات بناء على ما يخرج من هذه الشوارع خلال الشهر من نفايات بالطن مقسم على عدد المحلات في الشارع، كان الحد الأدنى عندنا 28 دينار شهريا. بس هي دكتور كانت 5 دنانير، هي سابقا 5 دنانير لأنه لم تطبق على الوزن، هي 5 دنانير بالمقطوع كانت. نعم. لكن اليوم لما نطبق الوزن هي عدالة وإنصاف للمحلات الصغرى. بس يا دكتور، والله يا دكتور معلش، أنت زلمة يعني أنا أخي هاشم، أنت أعطيني المجال بس أوضح الفكرة. طيب وبعدين سأستمع إليك كما تشاء. طيب تفضل. الفكرة سيدي هي أن رسوم النفايات المحقق على المحلات هذه قديما منذ عام 86 5 دنانير تحت التجاري. نعم. الآن نظام مع المكاره يوجب علينا استعمال فرض عوائد النفايات من خلال الوزن على المؤسسات التي تنتج نفايات بشكل كبير. نعم. إذا ما أخذنا المتوسط على الوزن لكل هذه المحلات بيكون 28 دينار الحد الأدنى لأي محل، ولكن البلدية فرضت 10 دنانير فقط على المحل على وسط تجاري كامل. نعم. ولكن هناك تطبيقا للعدالة، نعم، هناك محلات ومؤسسات تجارية من المتوسط إلى الكبرى، نعم، تم الفرض عليها 120 دينار شهريا، 80 دينار شهريا، 50 دينار. نعم. الحد الأدنى كان 30 دينار. نعم. هذه بعيدا عن المحلات الصغرى والمتوسطة. نعم. ما بين الصغرى والمتوسطة، هذا هو تطبيق العدالة. لا يعقل أني اليوم أنا سامح مول بنتج عندي يوميا من 4 إلى 5 طن نفايات وأعامله معاملة محل الخلوي اللي بنتج عندي 10 كيلوغرام نفايات. مزبوط، صح تحكي صح. فإنصافا لهي الناس، بالنهاية البلدية هي الدائرة الأم للمدينة التي مطلوب منها أن تقدم خدمات البنى التحتية، تخطيط العمراني، ترطيب المدينة، كل فتح الخدمات مطلوبة من البلدية. إضرار بالمواطن أن يكون هناك حدر لكثير من أموال البلدية فيما يتعلق بالنفايات، علما أن بلدية جرش هي من أكثر بلديات الأردن تضررا من ملف النفايات، حيث أن احنا أبعد مدينة في المملكة عن مكب النفايات. ما بيننا وبين الأكيدر ذهابا وإيابا تقريبا 100 كيلومتر، ناهيك عن جولة السيارة داخل المدينة تقريبا 180 كيلومتر جولة السيارة الواحدة. كلفة طن النفايات الواحد يتعدى 45 دينار على البلدية. طب دكتور معلش معلش سؤال، يعني اتفقت انت وياهم امبارح وطلعوا يعني مبسوطين؟ سيدي احنا متفقين، لكن هناك كان في بعض القضايا لم تصل للتجار بشكل دقيق، وصلت من خلال لقائنا معهم. هم يعتقدوا كانوا انه رفع على كل العدالات التجاريه، لا بالعكس، هو الرفع ل 10 دنانير فقط على المحلات الصغرى، الى المتوسط. نعم. من المتوسط الى الكبرى كله وصل من 30 الى 150 دينار. نعم نعم. وهذا اسمع، هذا احنا اليوم احنا ما بنجي بنحط ايدينا بجيب الناس، احنا بنقدر بالحاويه وبالطن على كل مؤسسه تجاريه كبرى. دكتور علي، عندما وضعنا 10 دنانير ستاندرد على كل المحلات التجاريه الصغرى هذا كان انصاف لهم، لانه الكبرى صارت 130 و 140 دينار، واذا ابقيناهم متعادين هو ظلم لهذه المحلات. انا معك، ما بختلف معك، انا لا. انا بحكي عن المحلات الصغرى التجاريه الصغرى، المحلات الكبرى يعني انت حكيت نقطه مهمه، انا اتفق معك 100%، لانه مش معقول زي محلات مولات وسوبر ماركتات كبيره تكون تدفع زيها زي البقاله الصغيره او المحل الصغير، لكن يعني احنا بنحكي عن المحلات الصغيره، يعني الدكاكين بنحكي عن يعني الدكاكين، يعني ما انت عارف يا دكتور بالذات بالفترة الحالية
الضرائب والمي والكهرباء وقل القوة الشرائية، يعني بالذات بهاي الفترة حساسة دكتور، يعني هذولا بالذات هذولا لو خليت لهم هالخمس يعني شو أفرقت، يعني البلدية بتتحمل شوية على الخمس دنانير زيادة على عن هالمحل. سيدي نعم والله أنا أتفق معك تماما 100% أنه ربما أحيانا رفع الدينار على المحل التجاري والله بيأثر بحسبها والله بأثر. لكن أنا بدي أدخل لك مدخل تشريعي وإطار قانوني. نعم. أنا حتى أنتقل إلى موضوع الوزن ما بصير أستثني. أها. أنا اليوم كنت أطبق بالمقطوع على السكني 3 دنانير وعلى دينارين عفوا وعلى التجاري 5 دنانير. نعم. قرار 2016 اللي أتاح للبلديات رفع النفايات طبق على المساكن 3 دنانير وشكلت لجنة لغاية التجاري من ذلك الوقت إلى اليوم ما تم الرفع إلا بواحد دكتور علي والله. نعم. إنك أنت بعرف أنت تفهم القانون وتطبق روح القانون، وروح القانون بتقول روح القانون ها بيقول. نعم. إنه المحلات الصغيرة هاي الصغيرة ها. نعم. إنه صار عبء عليها، وأنت تعلم وأنت تعلم أبناء جرش أصحاب البسطاء اللي البسيطين احنا بكرة. نعم. بنخاف هاي العدوى تنتقل الى بكرة الى المحافظات الثانية ويجي واحد ما يفكر في احنا قاعدين بنقول الان الموضوع موضوع بنفكر بالصغار، الكبار بنقول لك الله وياك احنا معاك عليهم الله يسلمك، اما الصغار هذول الدكاكين دكتور يعني 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 العشر دنانير بحسبها بحسبها وبتفرق معه وبجوز يسكر دكانته ويطلع مديون من وراه. طيب هاشم بيك تفضل يا سيدي. اولا يعني هي الرفع هو 5 دنانير فقط وليس 10، ما انا بعرف زادت 5. نعم سيدي، اهل المدينه التجار اللي التقيت فيهم هم لا يستكثروا ال10 دنانير. نعم. هم كان مطلبهم الرئيسي نعم ان رفعت 10 دنانير شددوا على موضوع الحراسه، انه احنا نطلب من البلديه مقابل ذلك حراسه ونظافه زياده. طيب. وانا اتفق معهم تماما في هذا المطلب، وانا خرجت من الاجتماع على توافق مطلق مع الجميع الحضور على انه احنا متفقين على انه الحراسه حق، لذلك البلديه اليوم سعت الى مذكره تفاهم مع غرفه تجاره جرش على ان يتم تعيين شركه حراسه داخل الوسط التجاري. نعم. البلديه تساهم بها ب 30,000 دينار. حلو. والغرفه التجاره ب 10,000 دينار. تمام 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 حلو. سيدي ال 30,000 دينار التي تدفعها البلديه حراسي في كل عام يدوب انه الرفع الخمس دنانير على التجاري يصل الى 30,000 دينار. هذا مؤشر أن البلدية لا تسعى إلى جباية أو إلى دعم مالي لصندوقها من هذا الموضوع، ولكن لا يبد من اقتضاء القانوني وهو تحقيق العدالة في موضوع تطبيق فرض عوائد النفايات بناء على الأوزان. أنا حتى بكرة ما يذهب أصحاب المحلات الكبرى والمستثمرين إلى أن البلدية. نعم. تستقصد هؤلاء المستثمرين بالذات واستبعد التجار. نعم. نعم. فإحنا اليوم احنا بنشجع الاستثمار ونحن مدينة جاذبة للاستثمار وجاذبة للسياحة ومشجعين لكل مستثمر، ولكن لا يعني انك مستثمر في جرش اني انا تكون عبء علي، انت يجب ان تكون سند لانه بيني وبينك شراكة تنموية، والشراكة التنموية تقتضي انك انت تساهم في مسؤوليتك الاجتماعية تجاه مدينتك اللي موجود فيها، ان تساهم ايضا في موضوع رفع البيئي والارتقاء. دكتور علي دكتور. نعم. حبيبي انا ما بحكي عن المستثمرين، والله ما بحكي عن المستثمرين لعلمك. نعم. هذول المستثمرين لا بدفعوا ضرائب لا للبلدية ولا بدفعوا للدولة، هذول. نعم. متهربين ضريبيا. نعم. خذ مني يا دكتور، أنا بحكي عن أبناء جرش اللي مش مستثمر، اللي بده يعيش، اللي بده يأكل لقمة العيش. أكيد. اللي بيحسب الخمس ليرات ارتفعت عليه في فاتورة الكهرباء وفاتورة المية وارتفعت عليه في الأسعار لما بده يشتري البضاعة وزادت عليه في رسم النفايات، لما بيحسبهم كلهم مع بعض بصفي ولا هو قاعد بيشتغل للدولة وما عاد بيجيب فلوس يطعمي أولاده، هذا اللي بحكي عنه أنا. أخ هاشم تفضل. أنا أحترم رأيك وأتفق معك فيه، ولكن إذا ما ذهبنا إلى موضوع إني أنا لازم أطبق اليوم بناء على الوزن يجب أن يشمل كافة المحلات التجارية. نعم. ولا أنا ما بستطيع إني أستثني حدا من باب قانوني إنه هذا يستثنى من الوزن. وفي موضوع الشوارع التجارية الصغيرة خلينا نقول اللي تحتوي المحلات الصغيرة من نوفوتي إلى بقالة إلى معرض أدوات منزلية وإلى معرض أدوات كهربائية وإلى محل الخلوي ومحل، يعني أنا بدي أقول لك شغلة، عندي محلات لا تنتج 2 كيلو جرام مثل محل سباكة وصياغة الذهب مثلا. نعم. لكن أنا لما بتحدث عن شارع أنا حساب الشارع لا أنا لا أستطيع أي بلدية في الأردن أن تحسب الشارع إلا من خلال أن تحسب مجموع ما متحصل خلال شهر من نفايات
ضمن شارع معين يقسم على عدد المحلات. هذه المتوسط الحسابي. نعم أنا بقول لك أنه ربما هناك بعض المحلات الصغرى قد تظلم بهذا الموضوع، ولكن هو بالنهاية مستفيد من رفع الوضع البيئي في الشارع. أي محل هناك شارع نظيف أمامه، متاح أمام المرور بشكل آمن، نعم، هو يستفيد صاحب المحل. ونحن نعم. متفقين كأهل المدينة مع البلدية على هذا الموضوع. كان نعم. اجتماع بالأمس هو يطلبون حراسة للوسط التجاري ويطلبون زيادة في وضع النظافة، وكان مطلب حق وأنا متفق معهم تماما. وهناك برنامج عمل اتفق عليه مع الجميع. دكتور نعم. علي بالله بس نعم. المواطن أحمد أكرم العتوم بقول إلي نعم. شهرين مسكر محلي بجرش محل منظفات بسبب ارتفاع الضرائب وانعدام القوة الشرائية مع كثير مع كثرة المولات وأصحاب الملايين، والبلدية نعم. بتدفعني 10 ليرات وأنا مغلق برسم البيع ومعلن برسم البيع وبدفع أجار من جيبتي. هاي البلد صار أي واحد لا طبعا ما بدناش نحكي الكلام هذا، لكن يعني هاي عيب أقول لك لي شهرين مسكر ما أنا قادر أدفع أجار. طيب إحنا لم يطبق إلا لشهر واحد، إحنا فقط لمدة الشهر، أول شهر منطبق هذا الشهر، ما كان مصر شهرين بيطبق رسم الفيات. لا واحد. هو مسكر بالشهرين بقول مع الأوضاع مع رفع الأسعار. طيب سيدي نعم. سيدي أنا بدي أقول لأخوي أحمد الأكرم العتوم نعم إنه برنامج الفرز الذي سيطبق في بلد الجرش اعتبار من 1/4 نعم. إذا كنت تنتج نفايات بلاستيكية نعم. بما أنك محل منظف نعم. ومواد معدنية، ستدفع لك البلدية على كل كيلو مفروز تسلمني إياه 3 قروش، وبالتالي العائد اللي سيعود إليك من فرز النفايات أكثر من 10 دنانير. طيب إحنا متفقين مع الجهة المانحة على محطة الفرز. أنا على قناعة تجاري. دكتور علي شغلي وحدة عارف شو نعم. إنه أنت باب مكتبك مفتوح وإنك أنت منفتح على الناس، وإذا أنت طلعت في توافق مع المواطنين أنا ما إلي إلا أني أدي التحية إليك وأقول لك شكرا إليك، لكن برضو مرات في قد يكون في بعض الأمور ما يقدروا يحكوا لك إياها المواطنين، فبيستسهلوا يوصلوها من خلال برنامجنا. فأنا بحب إحنا أهل جرش جميعا مودين. أنا أول شيء بالنهاية من أهل جرش أكيد، وأنا في أشعر بنبض وبقلب الوسط التجاري ومعاناتهم، وأنا بينهم دائما، لقاءاتي معهم متكررة سواء في الميدان في محلاتهم أو في الغرفة التجارية أو في البلدية، وأنا مستعد لسماع والإصغاء بشكل جيد لأي ملاحظة ترد إلى البلدية. ولكن أنا بدي أكد لك قضية، قمة العدالة أخي هاشم، أنا ما أتفق معك، أنا بتفق هو معك هو أن تطبق أحكام نظام بشكل عام وقانون وأحكام نظام وقانون على مختلف مناطق البلدية بعدالة، حتى لا تترك مجالا لأحد يقول الشريحة الفلانية قصدت والشريحة الفلانية. أنا بتفق معك دائما، بكون الاستثناءات بتكون على حالات معينة، لكن عادة القوانين تطبق على العامة، ولا يوجد استثناءات في القوانين إلا في حالات وظروف معينة بنص عليها القانون. على كل احنا سيدي أبدا، احنا باستمرار مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة، وأيضا الموقع الإلكتروني في البلدية يرصد كافة الملاحظات. جريدة البلدية احنا نطرح فيها الموضوع، طرحناه قبل شهرين في جريدة البلدية، وكانت أصداء الناس كل الناس تحثنا بأنه يجب رفع النفايات على كثير من المحلات، خاصة المطاعم السياحية الكبيرة والمولات ومحلات الحلويات في مدينة جرش، محلات الجملة التي تنتج كميات كبيرة بشكل يومي. يعني نعم. هناك بعض المحلات سيدي نعم. ثق تماما أنه ضاغطة يرفع نفايات من عندها ضاغط بحجم ضاغطتين نعم. يعني أنا عم بكلفني بس هذا المحل يوميا من 600 إلى 700 دينار هذا المحل نعم. وأنا اليوم مش جاي أقتص منه، ولا جاي أني أنا أفرض عليه رسوم بحيث أني أنا سنقول أنهي ربحه وأنهي استمراره. على كل دكتور أنا نعم. بشكر دائما تفاعلك.